الأولى اتضحت فيها الرؤى بعد جولة رابعة كانت جولة الثلاثة أهداف. كان يوم الثلاثيات البارحة 3-0 لوفاق ستيف على ديناموس، 3-0 للترجي على مازن، 9 نقاط الترجي ثم 7 نقاط مازن بي، 4 نقاط للوفاق الصيفي، و3 نقاط في ظل القائمة نادي ديناموس. المجموعة الثانية 4 نقاط هيرتلان، 3 للإسماعيلي في آخر القائمة والترتيب. الشبيبة مهما تكون النتيجة سيبقى الأول في المجموعة، لكن السؤال الأهلي هل سيقترب وهذا في حالة الفوز، أم أنه سيبقى ويبقى نفس الفارق مع الشبيبة وهذا يعني في حالة التعادل. سنرى ونتابع الدقائق القادمة. المباراة الآن كنتيجة تقول ممكن 50% تعادل 50% فوز، مع أرجحية للأمانة للأهلي باعتبار أن الفريق الجزائري يفتقد للسند الهجومي، وتفكير وهاجس الآن آلان جايجر هو التعادل. تمشي كرة الأهلي في وسط الميدان، عاشور يعطي كرة، أسامة حسني يتعثر يخسر الكرة اللي ترجع بتماس للنادي الأهلي، والتغيير الآن الأخير بدخول أحمد حسن. الكرة تمشي، عاشور يلعب الكرة لجدو اللي يجي على الرواق بدخول حسني، وزع كرة خطيرة بالراس، ترجع الكرة من الدفاع القبيلي، كرة للشبيبة، مرتدة خطيرة الراسية لكن التغطية موجودة، كانت القدام من اللاعب عودية لكن وائل جمعة كان في المكان المناسب يغطي مليح. ترجع عند الحارس شريف الكرامي، كرة طويلة والتماس. النادي الأهلي يفتقد للنسق في هذا الشوط الثاني، والتغيير بدخول أحمد حسن بديل بوتريكا. تغيير قلت منتظر لأنه بوتريكا مش في التوب في بداية هذا السيزون، وبالتالي يدخل أحمد حسن بديل لعب الخبرة أيضا. أحمد حسن اللاعب الوحيد في فريق اللي ربح 4 مرات كأس الأمم الإفريقية وربح شامبيونز ليج 2008 مع النادي الأهلي. يرجع الفريق المصري مرة أخرى في آخر الدقائق، في دقائق مثيرة جدا. بتهيأ الكرة للأهلي، التقدم سيد معوض يلعب كرة لتسديدة ممكن جدا شريف عبد الفضيل، لكن سهلة في الوسط، كرة كانت سهلة. والشوط الثاني متميز من الحارس مالك عسلة. تمشي كرة طويلة من عسلة، سيد أحمد السيد يلعب الكرة لأحمد حسن وتمس بالجرين تمت أحمد حسن. هل يتوفق الأهلي في آخر المباراة أم أن الشبيبة اليوم وهذا الموسم موسمه على مستوى الشامبيونز ليج؟ ترجع كرة خطيرة ممتازة جدا، صعبة جدا، فرصة وتوزيع وركنية، ركنية للفريق الأهلاوي. كرة خرجت من نسيم وصالح، الوضعية في البداية كانت مهددة أكثر للشبيبة لكن في الأخير الدفاع من وصالح كان ممتاز جدا، غطى مليح على تسديدة الأهلي. توزيعة أخرى، الكرات العالية وائل جمعة، ما زالت الإمكانية، ما زالت الصعوبة والخطورة، والدفاع يخرج من عمار دويشر أو بالكلام. كرة للسيد أحمد السيد يلعب الكرة للنادي الأهلي، الانطلاق الهجومي خطيرة جدا، القادم إلى الخلف يوقف كرة، يوزع الراسية، مسارد عند وائل جمعة ممكن جدا، الدفاع مازال صامد وطويلة، تمشي خطيرة أمام أسامة حسني، يقطع الحارس عسل مالك. أي سيناريو مثير للأهلي، ثارة تكبر، هجوم ضد دفاع، هكذا عنوان الشوط الثاني. تمشي الكرة للفريق القبيلي، كرة جيسكا ممتاز الوان تو لكن الدفاع متفتر. وائل جمعة يلعب كرة طويلة، يمشي بالراس من ادريسا كوليبالي،
أقل من 10 دقائق لنهاية مباراة القاهرة. الأهلي 1 الشبيبة 1. واقع الشوط الأول في 1-0 التقدم الأهلاوي عن طريق كيتو، وفي التعادل الجزائري للشبيبة من مخالفة تجار. سيد معوض، سيد معوض يمشي لعاشور، حسام عاشور يلعب الكرة لشهاب الدين أحمد، شريف عبد الفضيل يحاول بركات، أو شريف عبد الفضيل، كرة ما زالت في الميدان. شوف صراع حتى على التماس وعلى تفادي ركنية، إصرار كبير من اللاعبين في المباراة. ترجع كرة للعرض، التوزيع الآن، محاولة التوزيع والمراوغة والتوزيع تأتي الآن، وكرة بعيدة، كرة بعيدة لكن ما زالت الأهلي. السيد معوض كروس آخر على القائم الثاني، ممكن لا، الكرة الثانية، التسديدة أو توزيعة، ترجع بالراس، الكرة سالة، كرة سالة تخرج برا أوت، ضربة مرمى لنادي شبيبة القبائل والحارس مالك عزم. ديربي وكلاسيكو مثير كالعادة كما هي العادات. خطا للنادي الأهلي. الشوط الثاني نسبة البوسيشن للفريق المصري ممكن تتجاوز 60%، لكن العبرة بإيجاد الحل، يعني بالنجاعة اللي حد الآن غايبة على الفريق المصري رغم سيطرته الميدانية. ترجع الكرة لأحمد حسن، حسام عاشور، دخلنا في دقيقة 83، كرة من وائل جمعة، وائل يمشي بالكرة لشريف عبد الفضيل، شريف عبد الفضيل يتهيأ الكرة وسام حسني، حسني لشريف، شريف عبد الفضيل يلعب بالكرة، ممتاز المراوغة، التوزيعة، والدفاع موجود بامتياز على الريال. من أخطر الكرات للأهلي، لكن الدفاع مازال هو بطل المباراة. تمشي كرة أخرى للنادي الأهلي. يرجع ياخذ كورته، سيد معوض. سيد معوض لأحمد حسن. أحمد حسن يعطي كرة لعاشور. عاشور يجرب حظه، يصد، ممتازة جدا، ممتازة جدا من عاشور. بذكريات هدفه في طلائع الجيش. شوف التسديدة. هذا هو الحل الأمانة اللي يبقى للأهلي في آخر الدقائق. يعني من دخول العمق الدفاعي للشبيبة تبدو الأمور مستعصية جدا على الفريق الأهلاوي. هذا الحل ممكن وكرة ثابتة. ترجع في وسط الميدان. شبيبة مطالب أنه يمسك الكرة أكثر باش يستهلك الوقت. الأهلي مطالب أنه يطول اللعب الآن لأنه ما عادش وقت. نعطي الحل الأول واختيار الثاني في تصوري واستنتاج. ترجع الكرة للفريق الجزائري. تمشي كرة طويلة والتماس. كرة ملعوبة للنادي الأهلي من أوت. ست دقائق نهاية المباراة. محمد طلعت يتابع المباراة طبعا الأهلي، والبدري استوفى تغييراته. بينما كرة خطيرة، كرة ممتازة، كرة ملعوبة وتسديدة، والدفاع يتصدى، دريسا كوليبالي مش منكر على هذا اللاعب، ممتاز جدا. سيد معوض يعمل كروس مرة أخرى، والدفاع الجزائري موجود. ترجع لهجمة أخرى. حقيقة نفس السيناريو الشوط الثاني كامل 45 دقيقة بالتمام والكمال. الأهلي يلعب في مناطق الشبيبة لكن بدون إيجاد النجاعة أو الحل أو الثغرة أو التوفيق. تمشي الكرة مرة أخرى، التسديد، والدفاع موجود. حقيقة الأهلي يلعب لآخر دقيقة، طبيعي جدا، والشبيبة الروح يلعب فيها حقيقة ممتازة. ترجع الكرة السيد معاوض يحاول يدخل، يمشي بالكرة أحمد حسن وكوليبالي. كوليبالي مرة أخرى، سد منيع هذا دريسة. عاشور، عاشور يرى كورة الآن، حسني يسدد الحارس، أمن في الروبون، الكورة تغطي الحارس مع أرضية الملعب، لكن مالك عسلة مرة أخرى يمسك الكورة. الدفاع هو بطل المباراة. ترجع الكورة، خطير جدا الهجوم المرتد، كرة معاكسة، فرصة،
يمشي اللاعب بالكلام ويربح ركنية، يربح ركنية وينفس الدفاع شوية بعد ضغط رهيب من الفريق الأحمر. هذا هو ألان جيجر المدرب الأجنبي للكناريا السويسري الجنسية. أربع دقائق لنهاية المباراة.